في أخبار الرياضة، استهل منذ قليل المنتخب التونسي لكرة القدم بالملعب الفرعي برادس تحضيراته لملاقاة منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ويشارك في تربص المنتخب الوطني العددي 25 لاعبا بعد أن تعرض بلال العيفة لإصابة منعته من مواصلة التحضيرات مع بقية المجموعة. وكان صيام بن يوسف آخر الوافدين إلى مقر تربص المنتخب، ويشارك حاليا في الحصة التدريبية التي تشاهدون صورها مباشرة من الملعب الفرعي برادس. وتتضمن تحضيرات المنتخب الوطني إجراء 4 حصص تدريبية، آخرها ستكون يوم الخميس المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء بالملعب الفرعي برادس، وستقام مباراة تونس والكونغو الديمقراطية يوم الجمعة المقبل في الساعة 9 ليلا بملعب رادس، إثرها يتحول المنتخب الوطني يوم السبت القادم إلى كينشاسا لمواجهة الكونغو في مباراة الإياب. تأهل الملاكم التونسي بلال المحمدي للدور ثمن النهائي من بطولة العالم في وزن 56 كيلوغراما المقامة منافستها بهامبورغ الألمانية، إثر انتصاره بالنقاط على الأرجنتيني ألبرتو ميلان. وسيلاقي بلال المحمدي في ثمن النهائي غدا في الساعة 3 ظهرا الهندي غوراف بيثوري. أنهى الترجي الرياضي التونسي مشاركته في بطولة العالم للأندية في كرة اليد التي اختتمت منافستها منذ قليل بقطر بالحصول على المركز السادس إثر خسارته اليوم ضد نادي بيونوروس البرازيلي بنتيجة 32 هدفا مقابل 29.